ما ينفعش انك تشوف ابنك مثلا حابسه في الاوضه طول اليوم وقافل عليه باب الاوضه ومنتظر ان هو اول ما تفتح له باب الاوضه يطلع ويتعامل معاك بهدوء وكده. لا لا لا، انت هيطلع مهايبر، عايز يفتح التلاجة، عايز يشوف فيها ايه. هو محروم بقاله مده من البيت ومن جو البيت ان هو عايش معاك. نفس الفكره هتنطبق على ابنك بقى اللي هو الكلب بتاعك. انا ما بحبش اقول كلب، بحب اقول ابن. لازم كلبك يخرج الشارع كل يوم، لازم يعيش معاك في البيت. انت لما بتحطه في مكان وقافل عليه هو بيبقى وحش. والجو ده هو انت حابسه في اوضه معينه ليه حدوده، مش مخلي ليه حدود كتير، فبالتالي هو اول ما بيخرج في اوبن اريا لا هو بيبوظ كل حاجه انت عملتها. فانت اساسا اتعاملت بسلوك غلط معاه. هي دي الفكره في الكلب المهيبر، لازم تشتغل عليها بانك تخرجه كل يوم، تعيشه الحياه اللي انت بتعيشها، ما تتعاملش معاه على انه كلب. تلعبه وتجيب له الحاجات اللي هو بيحبها، تراعيه، تخلي بالك من كل حاجه هو بيعملها عشان تقدر تقيم اذا كان ده مناسب ليك ولا لا، تقدر تشتغل عليه ولا لا. هي دي الفكره في الكلب المهيبر وازاي تتعامل معاه.